الكشري عندنا الكشري الاسكندراني مع البيض المدحرج، عندنا الكشري المصري الجميل، عندي رز وشعريه وبصل، مكرونه وصلصه وتوم، كمون وشطه، عدس، زيت عباد الشمس كريستال. كده عندي فصين توم مع شوية بصل مع شوية زيت اهو، ادي مكعبين مرق. عندي بقيت الكمون ده هنا بروح حاطه كده على البيض. عشان احط الدقيق ده كده اهو، ما كترش بقى اكتر من كده عشان ما يطلعش العمليه عندي معجنه، هي دوبك تنسيم الدقيق بسيطه. ادي حمص، ادي عدس هنا، دايما ناخد حبه كمون مع البقوليات. شوية كمون، شوية ليمون اهو.